مشاهدين قناة كويزينا، مرحبا بكم. غنقدموا لكم جوج وصفات في فيديو اليوم، وصفات سهلين وبنان غينفعوكم في شهر رمضان الكريم وفي العرضات ديالكم. خليكم معنا باش تكتشفوا طريقتنا في تحضير لينام بالدجاج والشامبينيون ولي سيغار بالفروماج. هاد جوج كيلات ديال الملح غيزينوا الطبيله ديالكم في رمضان، ويمكن لكم ديروهم لوليداتكم باش يتغداو في المدرسه. تقدروا توجدوهم بكميه كبيره وتدخلوهم للمجمد او الكونجيلاتور وتجبدوهم ملي تبغيو تقليوهم. بالنسبه للمقادير، نبداو بلي سيغار. غنحتاجو المعدنوس مغسول ومقطع، فروماج هولندي او الجبن الهولندي مقطع على شكل صبيعة طوال. ندوزو المقادير اللي نام. عندنا 100 غرام ديال الشامبينيون دو باري، من الاحسن يكونوا طريين ماشي المعلبين. هنا كانوا عندنا حنا ديجا في الكونجيلاتور، جبدناهم باش يطلقوا راسهم شويه. 500 غرام ديال صدر الدجاج مقطع مكعبات صغيره، 50 سنتيلتر ديال القشده الطريه، جوج معالق كبار من الجبن الابيض، نص بصلة مشلضة رقيقة، 50 غرام ديال الفخوماج، يا اما الكرويير اولا الماسدام على حسب شنو كتفضلوا. حنا هنا درنا فخوماج ماسدام، معلقة كبيرة ديال الثومة غبرة. الا كانت عندكم ثومة مدخنة اولا لاي فومي يكون احسن. جوج دروس ديال الثوم، معلقه كبيره ديال الثوم القصبي المجفف اولا لا سيبولات سيشي، 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال الابزار. طريقه التحضير لينام سهله بزاف. في مقله وعلى نار متوسطه كنديروا الزيت، كنزيدوا عليها البصله، ثومة، الملحة، الإبزار، وكنحركو مزيان ونغطيو باش يتشحر لينا كلشي. من بعد 3 دقائق تقريبا كنزيدو الدجاج، نغطيو عليه واحد شويه ومن بعد كنزيدو عليه الملحه. الإبزار، والثوم المجفف، كنخلطو كل شيء باش تدخل اللقامة في الدجاج كامل، وكنعاودو نسدو عليه. كنزيدو لي شامبينيون، هنا كانوا عندنا في الكونجيلاتور مقطعين كبار شويه حيت كيذوبوا مع الطياب باش يبقاو باينين في الحشوه. من بعد ما طابوا لي شامبينيون كنزيدو فروماج بلون او الجبن الابيض، القشده الطريه، والجبن ماسدام اولا غرويير على حساب اللي كيعجبكم، وكنحركو كلشي باش تعقد لينا الحشوه. خصكم تعرفوا ان الفروماج بلون ولا كريم فريش كيزيدوا بنه كبيره في الدجاج، والماسدام كيعطي واحد التعليكه خطيره للحشوه.
وفي الاخير كنزيدو لا سيبولات اولا الثوم القصادي، ضروري نزيدوها حتى الاخر باش كيبقى اللون ديالها باين وحتى المذاق ديالها كيجي حسن، وكنحافظوا على المنافع ديالها كاملين. من بعد ما وجدت الحشوه ديالنا غنخليوها تبرد، ومن بعد نطوي ولا نام. عندنا الورقه ديال البسطيله كبيره، استعملنا الورقه ديال البخار، الجوده ديالها عاليه وكتعطي الطوع في الطويان. كنقطعوها كيف ما كتشوفوا باش نحصلوا على مثلثات. مهم جدا تخليوها مغطيه باش ما تقصحش. كنحطوا الورقه ديالنا الجهه الحرشه الفوق والجهه الرطبه من التحت. وكنطوي ولا نام بهذه الطريقه، سهله بزاف. كنحطوا شويه ديال الدجاج في الجهه العريضه ديال المثلث ماشي لتحت كاع، كنجمعوا عليه الجناب ولتحت من بعد باش ما تخرجش الحشوه في القلي، وكنبداو نلوي ولا نام. في الاخير كنسدو بشويه ديال الطحين مخلط مع الماء، وكيجيو على هذا الشكل. كنبداو دائما بالجناب، عاد كنجيبو هذاك الطريف التحتاني باش كيجيو مسدودين مزيان. ندوزو دابا لي سيغارو فروماج، طريقه سهله بزاف، ما كاين ما سهل منها. كناخذو الورقه مقطعه بنفس الشكل ديال لي نام على شكل مثلثات، دائما الجهه الحرشه الفوق والرطبه لتحت. كنحطو الفروماج اولندي، حنا اختارينا هذا النوع حيت ما كيطرطقش في القلي. كنرشوه بشويه ديال الابزار والمعدنوس مقطع. الا بغيتو يمكن لكم ديروا فيه التوم المجفف، يمكن لكم ديروا فيه حتى الزعتر، يجي لذيذ بزاف. وكنطويوه بنفس الطريقه باش طوينا الدجاج، وكنسدو بخليط الماء والطحين. من بعد ما سالينا الطي ديال لي نام يمكن نخبيوهم في الكونجيلاتور اولا نقليوهم. ندوزو دابا للقلي ديال لي نام. كنديرو لي نام في مقله فيها الزيت سخونه، وكنقلبوهم على كاع الجوانب حتى كيتحمروا. اما بالنسبه لي سيغار بالفروماج، من الاحسن نديروهم في الكونجيلاتور قبل ما نقليوهم، ونجبدوهم ونحطوهم مباشره في الزيت باش ما يطرطقوش. وكنقدموهم على هذا الشكل، تقدروا ترافقوهم بلاصوص سوجا او شويه ديال الخس، كيجيو لذاد بزاف ومقرمشين. جربوهم وقولوا لينا في لي كومونتير كي جاوكم. الى عجبوكم الوصفات اللي كنقدموا لكم، خليو لنا ان لايك، ديروا ابوني للقناه، وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديال قناتكم كويزينا. شكرا على تتبعكم الوصفات اليوم، نتلاقاو قريبا في وصفه قادمه.